حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الدكتورة دلال الحربي، أستاذة في التاريخ الحديث والمعاصر والباحثة في شؤون المرأة. أهلا بك في نشرة الثامنة، نبارك لكم بالطبع اليوم الوطني السعودي. كما نعلم بأن أصبح اليوم للمرأة السعودية دور بارز وفاعل ومهم كذلك في مجال التنمية المستدامة الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. حدثينا أكثر حول ذلك. أشكرك أخي الكريم، أيضا أشكر تلفزيون البحرين على مشاركته واحتفاء باليوم الوطني السعودي. أسأل الله تعالى أن يديم الخير والرفاهية والنماء على مملكة البحرين الشقيقة. إضافة إلى المقدمة الجميلة التي استمعت إليها، ممكن أنا أضيف أن المرأة السعودية تستند وهي تشاطر الرجل السعودي في خدمة المجتمع والوطن بشكل واسع إلى ثقة القيادة بدورها المحوري والحيوي. رؤية 2030 التي وهي رؤية التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اختصت بأولويات ومستهدفات ركزت على مشاركة المرأة السعودية الكاملة على كافة الأصعدة واستثمار طاقاتها وتوفير مناخ يتلائم معها. أي متتبع لمسيرة الإصلاحات كافة والخاصة بالمرأة السعودية، سواء الإصلاحات الاجتماعية أو الاقتصادية أو المدنية التي بدأت منذ عام 2015 وصولا لعام 2022، يجد أنها منحت في سبل التمكين بحزم من القرارات التاريخية التي شكلت نقلة نوعية وغير مسبوقة، عزز من دور المرأة السعودية في مختلف الميادين التي وصلت لها مناصب كبيرة ومهمة، من التحولات حتى أذكر على عجالة، لأني أعرف أنها نشأ إخواني وضعي أيضا الوقت ضيق، أنه تعيين مساعد رئيس مجلس الشورى، المشاركة في المجالس البلدية كناخبة ومرشحة، تعيين 13 عضوة في مجلس هيئة حقوق الإنسان، وبالأمس صدر أمر ملكي لتعيين رئيسة لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، وأيضا فتح المجال للمتدربات في القانون مجاورة المهنة. هذه القرارات التاريخية أيضا صاحبها مجموعة من التشريعات والقوانين لحماية المرأة، منها اللي هو صدر قانون مكافحة التحرش، السماح بقيادة المرأة للسيارة، تسهيل استخراج المرأة السعودية للوثائق وتجديدها لأفراد أسرتها، نظام الأحوال الشخصية. المرأة السعودية وكل مراقب يعرف هذا جيدا، لأنها حققت لله الحمد الكثير من النجاح في كل ما أسند إليها من مهام. أنا حقيقة يعني أرى في هذه التحولات وهذه التي تمر بها المرأة السعودية هو امتداد لكل تاريخها السابق في العهود السابقة لملوك المملكة العربية السعودية، وأيضا هو استناد على ماضي المرأة السعودية هي منذ وقت طويل وهي تتسلم أدوار بلا شك. هذا الدور الوطني الكبير الذي يعني تلعبه المرأة السعودية اليوم بارز وواضح للجميع. شكرا جزيلا لك من الرياض الدكتورة دلال الحربي، أستاذة في التاريخ الحديث والمعاصر والباحثة في شؤون المرأة، شكرا جزيلا لك.